دكتور، ما التحليل السياسي لهجوم المقاومة الفلسطينية على مدن العمق الصهيوني في الساعة الصفر من السنة الجديدة؟ هي بلا شك يعني رسالة واضحة لدحض الهدف الثاني من أهداف الحرب المزعومة، والتي تقول هي ثلاثة أهداف حددتها حكومة الحرب الإسرائيلية: القضاء على حماس، وهذا فشلا ذريعا، وقف كل التهديد الذي يمثله قطاع غزة، وأيضا هذا فشل. وهذه هي الرسالة لتأكيد أن ثلاثة أشهر من القتال وحرب الإبادة والقصف المتواصل لم تنجح على الأطلاق في وقف انهمار الصواريخ الفلسطينية على مدن العمق الإسرائيلي، فضلا عن فشل الهدف الثالث أيضا، وهو استعادة الأسرى، حيث أن 90 يوما من القتال وكل المحاولات لتحرير الأسرى باءت بالفشل. لم تتمكن إسرائيل من الإفراج عن أسير واحد ولا واحد، مع أنه فقط الأسلوب الوحيد لتحرير هؤلاء الأسرى أو إعادتهم سواء كانوا أحياء أو موتى هي عبر صفقة شاملة مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. وبالتالي هذه الرسالة هي لمن يدعي أنه يريد مواصلة الحرب، يريد مواصلة الضغط لدفع المقاومة إلى الاستسلام أو الخضوع أو لوقف قدرات شل قدرات المقاومة، حيث تثبت المقاومة ليس فقط بأنها قادرة على ضرب العمق الإسرائيلي. بالأمس سمعنا عن تطورين عسكريين لدى المقاومة، هما أولا بنادق قنص صينية الصنع متطورة جدا، يمكنها إصابة أهداف على بعد 1200 متر إلى 1500 متر، وأيضا امتلاك المقاومة حسب بعض التقارير لصواريخ سام 7 يمكنها التصدي لبعض الطائرات والمروحيات الإسرائيلية. هذا إضافة إلى ما كشفت عنه المقاومة من قدرات سواء عسكرية أو حتى قتالية، يعني هناك قدرات لدى المقاتل الفرد، لدى في روحه المعنوية، في إيمانه الداخلي في قضيته ومعركته. ليست المسألة فقط في التوازن العسكري بالعتاد والذخيرة وأنواع الأسلحة، بل في من يحمل هذه الأسلحة ومن يستطيع استخدامها على نحو يمكن من فعلا تحقيق أهداف المقاتلين الفلسطينيين. ولذلك بعد ثلاثة أشهر من هذه الحرب يثبت الفلسطيني أنه قادر على المواصلة لأشهر طويلة، كما تدعي إسرائيل أنها تريد الحرب أن تستمر لأشهر طويلة، فهو يقول لها حتى لو استمرت هذه الحرب لأشهر طويلة فلن تحقق أهدافها.